غزال الماري العربي أضخم الظباء في الجزيرة العربية، حيث يصل وزن ذكرها قرابة 90 كيلوغرام. يبلغ طول قرونها المستقيمة الحادة 90 سنتيمتر. تستخدم الذكور هذه القرون للقتال والدفاع عن نفسها ضد الحيوانات المفترسة مثل الفهود والذئاب. هل تعلمون أصدقائي أن قرني غزال ماريا يبدوان كقرن واحد عندما تنظر إليهما من الجانب؟ يعتقد المؤرخون أن ذلك ربما كان سبباً في نشوء أسطورة اليونيكورن. لا تنسوا مشاركة الرابط مع أصدقائكم لمتابعة هذا الفيديو معاً، وأيضاً الاشتراك بالقناة.